تعزية يعتبروها لأنها تعزية لأهل دار النعيم كاملين في دهار مصاب مصاب أهل دار النعيم ومصاب موريتاني كاملة قاع يا قير. بالمناسبة نجبرنا الفرصة نختار ونقول وعلن هذا قاع قضاء الله وقدره وإرادة الله ما عاد حد في شيء يا قير. أما اللي هم ياسر من الأسباب اللي تقد تعود من الأسباب اللي هي اللي دائما تؤدي إلى النوع من المسائل. دار النعيم هاي مقاطعة كبيرة فيها 150 ألف نسمة من الخلق ولا موجودة فيها مركز الحماية المدنية وهي فاصلة فيه مقاطعة كيف دار النعيم يا الله تعود فيها مركز للحماية المدنية مركز الإطفاء يتدخل أي وقت وعيط له به اللي هي مقاطعة نائية كبيرة ولا بد تعود دائما السلطات المعنية فيها على استعداد التدخل في أي وقت. هذا النوع من الأمور لا قدر الله إذا خلق مرة أخرى وتلي وترفن وتلي تجي من الشورت وجنين والله تجي من الشور بريمير وأكثر الحالات تجي معناها على ان هذا يؤدي لزهق ارواح المواطنين ونعرف على ان هذه للاسف الشديد هذه المصاب الاليم اللي خلق اسرتنا هذه على ان راجين ان شاء الله عند مولانا على انه ما يتكرر وعلى ان يحكم عنه وعنهم عظم ان شاء الله وعلى ان الدوله يا الله تلتفت على دار النعيم تعرف على انها 150 الف نسمه على انها فقيره فر. هاي الحاله اللي في هذه المراه اللي يا واجعه توفى وتركتها مقرديه ساكنه همبا سببه شنو؟ الفقر. سببه ضعف الامكانيات. معناها على هاي المقاطعه هي ما فيها حد قني، انت تخرص عليها تجبرها 99% منها مش الناس الفقراء، يا الله الدوله ترد عليهم لفته، يا الله تعدلهم بنى تحتيه، تعدلهم قدرونهات. تم يوصلهم كل شيء. ضارك نص المقاطعة ما فيه قدرونهات. يا الله تعدل لهم أطباب. يا الله تعدل لهم بالمنين يقراوا تركتهم ثانويات. يا معناها على فم يا الله تخلق تدخلات وهذا العدل الدولة جزاها الله خيرا. نجي الوزير الأول يامس هو وزير الداخلية ووزير الإسكان والوالي. السلطات الإدارية كان الحاكم. هذا على كل حال احنا مفرحنا وزين عندنا به اللي سابقة من نوعها. ما كان يخلق كانت الناس اللي تموت ولا يجيها حد قاعد يسويها على الاخبار، معناها على بعد هذا لا حسينا على ان قرب الاداره من المواطن، هذا بعد قاعد بدايه خير وبدايه مشجعه. راجين ان شاء الله على انه يتطور شو افعال ما افعال تعود موجوده، على ان على ان على ان مقاطعتنا هاي نعرف لها الشيء وعلى انها يا الله تم هذه المنتخبين اللي فيه انا هذا اعتبر راسي عمده اني منتخب من الشعب اللي قاعد هو كامل وعلى اني تعهدت لهم تعهدات اني اعدلهم لهم معناها عن الدوله اللي ما تم العمده اللي منتخب من الشعب تعيط له وتسول مشاكل المواطن شنهي هي ما تعرف مشاكل المواطن مشاكل يعرفهم العمده تصبح لهم الناس يوميا يعرف اللي موجوع يعرف اللي ما يقدر يسكن يعرف اللي ما هو متقدي يعرف اللي ما هو متعشي يعرف معناه انه يعرف مشاكل اللي تعاني منها المقاطعه. يا الله العمده تم الدوله ترجع له ويا الله السلطات الاداريه تتعامل مع العمده وهذا بعد احنا متفائلين على انه دور ان شاء الله لا مستقبلا لا الامور كامله تصلح. احنا عندنا ارقام المشاكل من مشاكل الاحصاء تركها فيها واحدين ضرب ما هم قاعدين يقراوا المدرسة عندهم مشكلة الإحصاء هذا مكتب الإحصاء في دار النعيم الواركة سمعت الشر ما يشتغل وإحنا تركتنا ياسر منهم اللي لا يعدل الكونكور ما هو قاعد يعدلها اللي حتى الابتدائية ما عندهم تواغل معناها عفوا ياسر من مشاكل تعاني منها المقاطعة وراجين وطالبين فخامة السيد الرئيس على أنه هاي اللفتة العدل أنها هو الوزير الأول على انها لفت احنا مذمنينها وموقع عندنا يا غير راجين على انهم يركزوا على هاي المقاطعه الفقيره وعلى انها ان شاء الله مستقبلا على انها تعود يتغير حالها من افضل الى افضل ان شاء الله.